لشهر رمضان في العراق عادات وتقاليد منذ القدم تتمثل بكثرة الزيارات بين الأقارب والجيران، إذ تتبادل الدعوات على وجبة الإفطار التي من شأنها زيادة الألفة والمحبة بين العوائل العراقية. وبعد الانتهاء من مراسيم الإفطار تبدأ صلاة التراويح وقراءة القرآن في الجوامع والمساجد كافة، حيث يلاحظ أن غالبية الناس يلتزمون بشعائر شهر رمضان من صيام وصلاة وقراءة للقرآن، وهذا ما يحصل في مساجد الفلوجة وكذلك أسواقها، حيث تنقلت كاميرا برنامج مع الناس في المدينة ونقلت تلك الأجواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والشكر، رجعنا لديارنا وصمنا رمضان بالفلوجة، والأمان الحمد لله والشكر موجود زين. وشوفون انتم أهل الفلوجة والولاية صلوا التراويح، ونحمد الله ونشكره، وإن شاء الله ما تعود ديك الأيام السوداء ونرجع بالتهجير وبالخيام والهاي. نسأل الله أنه ما يعود إن شاء الله زين. طبعا تختلف كل شيء، حتى نومك يختلف زين، أكلك يختلف. قبل الفطور الجيران واحد يدز الأخ أكل وخبز عروق، هاي ماشي، هاي الأكلات العراقية كلها جسمه زين. تجي قبل الفطور يدقون الباب، طق صينية أنت تودي الصينية أنت لها زين، هاي كلها تجي تفطر هنا، كل واحد يجيب لبن خبز شربت، هاي يفطرون، نصلي المغرب ونروح لأهليتنا، ورا هاي نجي على التراويح الحمد لله والشكر، نصلي تراويح، ناس تصلي 8 ركع، ناس تصلي 12، ناس تصلي 20 زين، حسب يعني قوته ورغبته زين. شياب لا أربعة ويقلبون زين، اكو ناس ابيع حال ثمانية زين، الحمد لله والشكر. طبعا طبعا الله سبحانه وتعالى زين، هو الخير كله زين، والحمد لله والشكر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اجود شيء هو برمضان، فلازم احنا نعطف على الفقير والهاي الميسور حالته، يساعدون بالسوق يرخصون المواد الغذائيه، لان احنا جينا بمجرى وما عندنا يعني الحمد لله، يعني قصدي يخففون من الاسعار ومن العالم يعني حتى تعينها زين. وناس بعد هاي اكو ناس واكو ناس لا والله زين، اكو ناس لا والله زينه نزلت مرفع، اكو ناس رفعت، كل واحد وضميره زين. العالم تعرف احنا 3 سنوات مهجرين، الحاله الماديه مو مثل قبل، شغل ماكو، هاي فشو يسوون العالم؟ يريدون رخيص والحال، والحمد لله والشكر. المهم بس المهم رجعنا احنا لبيتنا وديرتنا والحمد لله والشكر، والامان موجود. شنو رايك برمضان تزامن ويا الانتخاب؟ لا احنا مو قلنا مو سياسي، احنا هاي نحكي كولايه وكمدينه والحمد لله والشكر. تزامن لا ما اريد الانتخابات، هاي ما اريد. حل علينا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وقد من الله علينا بالأمن والأمان والسلام، وعدنا إلى ديارنا وصمنا في منازلنا بعدما فقدنا الأمان وهاجرنا وتهجرنا في هذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم شهر الطاعة والغفران، شهر العودة إلى الله سبحانه وتعالى، شهر المودة والإنسانية والتسامح الديني والتسامح بين الناس، التسامح بين الناس والتراحم بينهم، يحن بعضهم إلى بعض ويساعد بعضهم البعض الآخر ويتعاونون فيما بينهم وينسون ما
ما يريد الأعداء أن يضعه بينهم من تفرقة عنصرية أو تفرقة طائفية أو عرقية أو غير ذلك. وهذا الشهر الكريم شهر الله سبحانه وتعالى جعل فيه الجزاء الأوفى لمن يصومه، وأعطى ويعتق فيه رقابة عباده المؤمنين الصائمين الصادقين. فعلينا أن نتعاون فيما بيننا وأن يتسامح بعضنا مع البعض الآخر ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو طريقنا إلى النجاة، طريقنا إلى الخير، طريقنا إلى الفوز بالجنة والسلام وحصول على السعادة في الدارين، دار الدنيا والآخرة. في هذا الشهر الكريم يتزاور الناس مع بعضهم البعض الآخر ويساعد بعضهم البعض الآخر، وخاصة الجيران، ويبحثون عن الفقير ويقدمون له العون والمساعدة. في هذا الشهر الكريم شهر الله سبحانه وتعالى تكثر فيه قراءة القرآن الكريم والعبادة وصلاة التراويح، والآن انتهى صلاة التراويح كما تلاحظون، ويعود الناس إلى القرآن الكريم والدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. رمضان الماضي كنا نعيش في مهجرين، كنا نعيش مهجرين بعيدين عن بلاد دورنا وعن مساكننا، قسم في الخيام وقسم في أربيل وقسم في أماكن أخرى وفي ظروف أمنية مختلفة. أما الآن فقد من الله علينا بنعمة الأمان، وفي هذا الشهر الكريم حصلت أشياء كثيرة في هذا الشهر الكريم، فرق عن العام الماضي، تحسن الأوضاع بين أوضاع البلد، أوضاع المدينة من حيث الخدمات، من حيث غير ذلك، ونتمنى أن تستمر نحو الأحسن. والشيء الأهم من كل ذلك هو الأمان، فالأمان لا يعوض لا بالمال ولا يعوض في أي شيء، لا يعوض الأمان. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة ونشكر الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة من الله علينا عندما من علينا بالأمان وعدنا إلى ديارنا وهي عامرة بعدما كانت خربة ومصابها ما أصابها، وكل منا حاول أن يصلح ما يستطيع من داره ومن سكنه، وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى خير ذلك، وندعو الله تعالى أن يمن علينا بالأمان والموفقية والقبول للجميع، وبارك الله فيكم. نهنئ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، ونهنئ هذا الشعب العظيم بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الله، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فنهنئ أنفسنا ونهنئكم ونهنئ الجميع بهذا الشهر المبارك الذي يمن الله على عباده فيه برحمته وسعة مغفرته، وبعد ذلك بعتق رقابهم من النيران. شهر التسامح، شهر المحبة، شهر التعاطف، شهر الرحمة الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، عندما نذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم تبين لنا الأحاديث أنه كان أجود ما يكون في شهر رمضان، بل يشبهونه صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، الريح عندما تهب لا تبقي مكانا إلا ودخلت فيه. فرسول الله كان في هذا الشهر العظيم أجود الأجودين، كان يسعى على الأرملة والمسكين، كان يسعى على المحتاج والفقير، كان يحث الناس على أن لا ينسى بعضهم بعضا في هذا الشهر المبارك العظيم. فنسأل الله أن يعيده علينا وعلى هذا البلد وعلى جميع بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلامة والإسلام والاستقرار والازدهار. طبعاً هذا الشهر يسر الله فيه لعباده أبواب الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبين لنا أنه أعظم حكمة
من شهر رمضان لعلكم تتقون. فلذلك في أول ليلة تفتح أبواب الجنة، هذا دليل على كثرة الرحمة، نزول الرحمات والبركات والمغفرة، وتغلق أبواب النيران، هذا دليل على غلق أبواب الشر في هذا الشهر العظيم، وصفدت الشياطين فلا يوسوسون ولا يغوون عباد الله في الوقوع في المعاصي. فلذلك يسر الله لنا أسباب العودة إليه، فلذلك ترى الناس يعودون إلى ربهم في هذا الشهر المبارك، وهذا هو باب الله المفتوح. فعندما يعود العبد إلى ربه يجد ربًا رحيمًا كريمًا. فأحوج ما تكون الأمة إلى هذا الشهر المبارك كي يعودوا إلى رب العالمين، كي يعودوا فيجدوا ربًا غفورًا رحيمًا يمن عليهم بالمغفرة والرحمة، وهذا ما يحتاجه مجتمعنا في هذا اليوم أو في هذه الأيام العصيبة. طبعا دينيا عندنا نحن الحمد لله خطبة الجمعة منبر التوجيه، وبعد ذلك عندنا أياما للوعظ بعد صلاة العصر، وعندنا صلاة التراويح، ومن خلالها يكون التوجيه. التوجيه يكون باللطف والموعظة الحسنة والحكمة، لا بالعنف ولا بالشدة، فالإسلام بريء وبراء من الشدة والعنف، وما أوردنا المهالك إلا الشدة والعنف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت عندما يكون لديك طفل صغير ويخطأ ويتجاوز يعني حدود الأدب، إن عاملته بالغلظة والشدة أتت النتائج عكسية، ولكن إن عاملته بلطف ورحمة وبينت له سبب خطأ سوف يندم ويعود. لذلك أخبر الله نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، لن تأتي الناس إلى الشديد وإلى الغليظ، لأنه ليس من الإسلام والناس لا تأتي إلى مخارج الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه هي الرحمة، وهذه هي الموعظة، الكلمة الطيبة صدقة، فبالكلمة الطيبة وبالمعروف وبالرحمة يقبلون الناس عليك، فعندما يقبلون تستطيع أن توجههم إلى ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنتهز هذه الفرصة الكريمة لنهني أنفسنا ونهني العالم الإسلامي ونهني العراقيين وأهل الفلوجة والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على حلول هذا الضيف الكريم في ربوعنا. والحقيقة رمضان فرصة ومحطة للتزود من كل الخيرات ومن كل الجوانب، وأثني على ما ذكره شيخنا الأخ الدكتور عبد الحميد، وغطى تقريبا جميع الأبواب التي نريد أن نتكلم بها، وزاد علينا ولا نتجاوز قدره ومكانته، ولكن لنا في أن ندلو بدلونا في المجال الآخر، وهو أن نعطي أو نشجع الشباب خصوصا، وإن كانت يعني متزامنة مع الاختبارات ومع يعني ظروف شوية صعبة، لكن ندعو الأساتذة كذلك في أن يتراحموا مع طلبتهم وأن يهينوا ويسهلوا هذا الأمر لكي يشجعوهم على صيام هذا الشهر الذي لا يأتي إلا في العام مرة واحدة وفرصة. يعني صيام جماعي يختلف عن الصيام الفردي، حتى لو أرادوا أن يقضوه بعد ذلك فيه يعني من الصعوبة. فلذلك نهيب بأبنائنا الطلبة أن يبادروا بالصيام ولا يتركوه مهما كانت الأسئلة أو مهما كانت الاختبارات، هذا أمر. الأمر الثاني أن نتودد إلى المسلمين، إلى الشباب، إلى المسلمين بصورة عامة، ونوجههم لصيام هذا الشهر، وأن يكون منطلقا إلى كل خير والتلاحم وزيادة المودة والأخوة والرجوع إلى المنهل الصافي، منهل الإسلام الذي كان ينبع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، وفي العصور المضيئة التي يعني عاشها المسلمون وهم
يتنعمون وينتظرون شهر رمضان ويدعون من الله أن يبلغهم هذا الشهر لما فيه من الخير والرحمة. والأحاديث والآيات كثيرة فيه، لعل منها أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. فهذه الفرصة العظيمة التي يهديها الله سبحانه وتعالى لنا في كل عام هي محطة للتزود والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، راجين إن شاء الله أن يوفق المسلمين جميعا لصيامه وقيامه، والحمد لله رب العالمين. والله الحقيقة رمضان هو نفس رمضان يعني، لكن تغير الأحوال والظروف أثرت على كثير من يعني العادات والتقاليد. فطبعا كان قديما يعني حتى في الطرقات تجد الناس يحملون اللبن والتمر ينتظرون المصلين من المساجد، وهذه عادة حقيقة في كثير من دول العالم الإسلامي كانت موجودة، لكن ضعفت الآن، ولا أنا أقول ضعفت وإنما قلت وأصبح موقعها المساجد فقط، بينما كان الناس ينتظرون الشخص عابر السبيل الذي لا يجد ما يفطره فيأتون له بهذه الأمور والتزاور، وكذلك الهدايا يهدون قبل الإفطار، كل عائلة تهدي لجيرانها ويتناول يعني تبادل بالأطعمة وتبادل بال يعني التواصل وغيرها من هذه الأمور الحلوة الجميلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحييها في مجتمعاتنا، لأنها كانت سبب في الود والتقارب والتصافي وأمور كثيرة أخرى نحن نحتاج إليها. لكن مع هذا يعني لا زال رمضان يحمل يعني فسمة طيبة ونور في القلوب، ويعني له هيبته ومحبته في القلوب، ونراها في وجوه الناس الآن، يعني ننظر إلى الابتسامة وإلى السعادة وإلى الفرحة التي ينتظرها الناس صغارا وكبارا. حقيقة هذا شيء موجود، وهذا الحمد لله يعني من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. نعم نعم نعم، حقيقة في رمضان هو الله سبحانه وتعالى يعني يدعو عباده في كل لحظة إلى التوبة وإلى التوجه، لكن رمضان كما ذكرت لك هي فرصة ومحطة أن يعني يصل إليها الإنسان ويستريح فيها ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أصلح يعني الله سبحانه وتعالى في رمضان الكثير الكثير، وأصبح الآن ما شاء الله من يعني الناس المتقدمين في الصلاح والإصلاح وفي التقوى وفي الورع، ونأمل ذلك إن شاء الله وهو كائن بإذن الله تعالى. نهني الشعب العراقي والشعب الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله على العراقيين جميعا، وإن شاء الله شهر خير وبركة على كل العراقيين والأهالي. والأجواء رمضانية هي حلوة، تختلف عن جميع الأيام، تعرف يطلعون الناس وراء الفطور ويطلعون الناس على الأقارب ويطلعون على الحدائق وعلى المنتزهات، وثانيا حتى الزعلان يرضى بيها، والناس يعني تتواصل بعضها مع بعض، وتعرف يعني شهر رمضان خير وبركة، والعالم أكثر شيء تطلع هي وعوائلها يتونسون وراء الفطور. تعرف يعني هاي الأيام اللي مضت أيام مو حلوة يعني كانت، والحمد لله والشكر خير وبركة، وهاي الأجواء كلها حلوة، والشعب كله دا يفطر ودا يتونس وخير من الله. Thank you.
والله هي اكيد اول ما يبدون تمر ولبن هاي التمر ولبن، بعدين شوربة العدس اللي هي كلها تحبها يعني، وبعدين يبدي تشريب لحم دجاج او تشريب او تشريب لحم غنم يعني من هاي، وتعرف يعني نص العراقيين وثلاث ارباعهم اكالي ويصرفون يعني، خاصة بشهر رمضان تعرف سفرة والعائلة كلها والأقارب والأصدقاء، وهي تصير مائدة حلوة يعني الكل تجتمع بيها يعني شغلة الفطور. رمضان يجمع اللي عنده شغل مثلا ما يتعشى يم أهله، يتعشى برا أو بالمطاعم، فالمائدة مال رمضان تختلف يعني، الأبو موجود، الأم موجودة، الأخت موجود، الأخ موجود، الابن، الكل تلتم تجتمع على هذه المائدة، فهي مميز يعني. الفطور مال رمضان يصير شيء مميز يختلف يعني. والله أقول يعني هو العمر قاضي، العمر قاضي وما تسوى الزعل وما تسوى يعني، حتى إذا يريد يجمع فلوس أو يجمع مال باكر عقبه هو هم مسافر رايح، شي حصل غير خدنا كلمتين، لو الله يرحمه لو هيك من صفحته. والله العظيم يعني المفروض الشخص يسامح، لأن ما ياخذ شيء وياه، يبقى ايش قد ما يصير سهل متسامح، ينطي من حقه، خليه ينطي من حقه ما يخسر. مختلف انا خابرت والله، تكبرت والله العظيم. استقبلنا شهر رمضان فرحين بالعودة إلى ديارنا، وبعد أن من الله علينا بالعودة إلى ديارنا، هذا إن شاء الله ثاني رمضان نستقبل به كشباب الفلوجة عادات وتقاليدنا إحنا كشباب الفلوجة يعني، بعد الإفطار صلاة التراويح، من بعد صلاة التراويح نذهب للحدائق أو الكوفيات أو المرطبات أو لكي نعيش أجواء رمضانية، ومن بعد ذلك نستقبل السحور، لكن هناك أجواء امتحانية شوية تضغط علينا كشباب، احنا طلاب كلية نعم، هذا الشهر شوية راح يكون عندنا امتحانات في تبدأ الساعة 8:30 صباحا، وكو طلاب الساعة 11 يعني لحد 4 العصر تقريبا، ونكمل الامتحانات قبل تقريبا العيد بثلاث ايام، فشوية رمضان راح يصير علينا صعب وضغط. مو الكل يعني تفطر، لكن اكو طلاب ضغط اللي عليها احيانا هناك يفطرون، لكن احنا ان شاء الله صامدين الى نهايه رمضان. المائده الرمضانيه الفلوجيه متنوعه بذاتها يعني، هناك اطباق يعني تعرف انت طبق رئيسي والحلو والشرابت بانواعها، دائما تكون المائده الرمضانيه حتى ابسط عند ابسط العوائل تكون يعني منوعه وممتازه، وهذا بركه شهر رمضان يعني الحمد لله والشكر. يعني اليوم تعودنا انه بعض السياسيين اللي اخطاوا بحق الشعب العراقي انه يعني يعدلون صفحه جديده في هذا الموضوع. نتامل احنا ان شاء الله من بعض السياسيين وان شاء الله بالوجوه الدوره الجديده نستبشر بهم خير ان شاء الله، أن يعدلوا بعض الصفحات اللي انطوت، وإن شاء الله نرى هذه الدورة البرلمانية إن شاء الله نستبشر بهم كل خير، وإن شاء الله تأمل منهم خير يعني إن شاء الله. أي. نحن كشباب رمضان يعني اغلب الشباب يعني من ناحيه اكو شباب، بعض الشباب يتجهون الكوفيات والمقاهي، واكو شباب لا المحابس وغير الامور الرمضانيه، اجوانا مختلفه يعني كشباب. طيب بعد العوده اكو شغلات افتقدناها في رمضان؟ بعض العوده نعم هناك افتقدنا بعض الشغلات يعني بعد العوده، كنا يعني بعد العوده نظل سهرانين كشباب الخمسه او السته، نروح نصلي صلاه الفجر ونقعد نرجع، هسه بهذا رمضان نحس شويه الشاب يعني متقيد بعض الشيء يعني مو مثل قبل السنوات القادمه. هذا شهر رمضان شهر فضيل، ندعو المتخاصمين بيناتهم، هذا الشهر يعني ان شاء الله ندعوكم للتصالح بيناتكم، وصفوا قلوبكم، والدنيا ما تسوى والدنيا فانيه، فندعوكم ان شاء الله انه تحذفون هذا الحقد اللي بقلبكم وتتسامحون بيناتكم.
ان شاء الله سنتي تجي رمضان احلى ورمضان بعد احلى من هسه، وان شاء الله يكون الامان اكثر والوضع الاكثر، ويعني ان شاء الله يعني اكثر واكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم وعلى شعب العراق بشكل عام. هذه تحية طيبة من مدينة فلوجة لزوارنا الكرام. رمضان شهر خير، شهر بركة إن شاء الله. نتأمل الخير بالوجوه الطيبة اللي رفعت هسه حاليا كسياسيين، كمجتمع سياسي قاعدة أخطائهم، أخطاء اللي قبلهم من أخطاء سواها، سواء مرشح ولا كنائب ولا كوزير ولا كي منصبة، وإن شاء الله نتأمل خير. هاي الفلوجة هاي ثاني رمضان يعود علينا بعد التهجير، بعد عمليات داعش إرهابي. كنا نتوقع أنه الأنبار والفلوجة بشكل خاص أنه ترجع هكذا حياة طبيعية. بالنسبة إحنا كمجتمع عراقي هسه حاليا كمجتمع أيام رمضان مبارك، فتختلف عادات تقاليد من منطقة لأخرى، داخل حتى من بيت من البيت إلى آخر تختلف من هاي الشغلة. بس كمائدة إحنا كمعروف عليها كمائدة عراقية شعبية ليس كبسيطة متوسطة، ما تخلى أغلب شيء هي الشوربة اللي هي معروفة بكل العائلات العراقية، اللي أبسط عائلة وتكون متوسطة الدخل تكون الشوربة، هاي الشيء متواجد فيها كل مكان. بالنسبة إحنا هسه كشباب، إحنا كعراقيين كشباب، صعب إنه تنقلها من بغداد المحافظة المحافظة، تروح لبغداد تروح كسيارة المنصورة وكذا، يعني نحاول نقضي مكاناتنا بالكافيهات مرتبات، نحاول إلى حد ال 11 كون الوضع الأمني بعده ليس المتطور جدا، يعني يصير 12 للوحدة الثنتين بس، يشغل أغلب أوقات كل رمضان يشغل 10 الأخيرة من رمضان حركة سوق، حركة شراء ملابس، حركة عيد. تبقى مسألة إنه إحنا كشباب شنو موقفنا من رمضان، موقفنا رمضان اللي بعد البعض يروحون بعد الأفطار كعمل كمراجعين يفترون الأسواق، كشباب إحنا نفتر بكل مكان ما إشكال. أما الحمد لله وشكرا نرجع البيت ونعاني من مشكلتين، أولى كإحنا طلاب هسه طلاب جامعات نعاني إنه حصر الامتحان فقط، قربوا الامتحان قبل رمضان لهم خلوه بعد رمضان، وهذا عانينا نعاني من عنده كطلاب إنه نا رمضان صيام من أنا امتحانات ونا شغل مرات البيت اللي مثل مخرجين هاي جماعة كطلاب كذلك هم صعب إنه ينقلهم من مكان لمكان. إن شاء الله رمضان كريم بالصحة والسلامة على أهالي وأهل الأنبار أجمعين. إن شاء الله نريد الأمن والأمان في محافظة الأنبار من جميع السياسيين، والديمقراطية شوية ثقافة، وإحنا شباب يعني وقاضينا يعني نانا والولد فرات وطلعة وطبة نقضي يومنا هنا على الشارع، يعني نريد الأمن والأمان والراحة إن شاء الله. المعاناة من وراء التعيينات شوية، يريدون تعيينات وظائف، يعني يفتحون دورات جديدة للعالم على شوية يستقرون هالشباب، وهاي قاضينا يعني خطية شغل وعمالة، ويعني ما مدبرين على أي شيء لهم. الحمد لله وشكر، يعني احنا هذا ثاني رمضان يمر علينا مدينة الفلوجة بعد ما عدنا يعني بخير وسلامة وبعد المعاناة اللي شفناها، والحمد لله أجواء طيبة احنا الحمد لله، ومثل ما شفتوا انت يعني بعينكم يعني اكو حركة، اكو يعني ناس اقبال، ومدينة يعني بشكل كامل رجعت، والحمد لله عبرنا هاي المحن والظروف اللي عشناها الحمد لله، يعني كل واحد يتهجر بصفحة، فالحمد لله وشكر هذا. واحنا هسه يعني جايين اكثر شيء شباب اللي متخرجين واللي بعدهم طلاب، يعني وكنا مجموعين بقسم داخلي، يعني احنا كليتنا لمتنا من يعني من اكثر من مناطق، يعني انا بصراحه كنت ما طالع يعني حتى على المناطق اللي بعيده بعد من الرمادي، فالحمد لله تعرفت على طلاب يعني من الغربيه من القائم من حديثه من هيت، فالحمد لله يعني عندنا الاخ احمد هنا من مدينه القائم
وهم عرفناه يعني بتد الأقسام الداخلية، والحمد لله يعني انجمعنا، يعني كنا ما نعرفهم بس الحمد لله يعني قدرنا نعرف وقدرنا نصل لهم ونعرف عاداتهم وتقاليدهم، يعني ماكو شيء يختلف بيناتنا، احنا محافظة واحدة الحمد لله، ويد واحدة ان شاء الله نبقى سوية ان شاء الله الحمد لله، وماكو اي شيء يعني ان شاء الله يعيد الفترة اللي راحت، العصر مثل ما نقول العصر الراح، وان شاء الله احنا نتقدم اكثر واكثر ان شاء الله. والله نقضي وقتنا اكثر شيء، تدري انت الجو حار ما نطلع يعني بالنهار، فاكثر شيء طلعاتنا تصير بالليل بعد الصلاه بعد التراويح، نطلع فين القهاوي نطلع للسوق نضرب لنا فره يعني في ما نقول احنا، فيعني نقضي وقتنا يعني قبل السحور ونرجع للبيت، يعني ما عندنا اي اشكال، والحمد لله يعني اجواء طيبه والامن والامان يعني موجود هميا الحمد لله، بجهود الشرطه مالتنا الحمد لله وجهود الجيش الحمد لله هميا، وماكو اي خروق ان شاء الله، وبالعكس يعني هذا رمضان يعني قلت لك يعني جزء احتمال افضل من رمضان الراحل، يعني كان اكو حضر تجوال، هاي هسه حضر تجوال ماكو موجود حاليا في التفلوجه. والله احنا ما نقول موجوده كليتها، انفقدت منها بسبب يعني شلون نقول امور اختلفت، يعني عندنا جار جزراح دار بقى جار شال او ما شال، يعني تغيرت الاماكن بس بعد ما تغير شيء من العادات، يعني اكو عادات بعدنا فين وبوقت الفطور ناس تجيب للناس فطور، يعني بهاي العادات او قعدات فين بالشارع الشباب نقعد همين، يعني ماكو اي شيء اختلف ان شاء الله. يعني يتحملها اول شيء هو اجر له، يعني اجر هذا بها اجر، وثاني شيء يعني لازم همي يفطر اهله، فين العامل لازم يفطر اهله، لازم يسعى ان يجيب اللقمه لاهله، الطالب كذلك، يعني تعب السنين كليتها ما راح يضيعها يعني بسبب الصيام، لا المفروض هذا يكون له حافز، وانا جربتها والولد يعني بعدهم طلاب همين هسه اقسام داخليه، يعني هم فتره رمضان وامتحانات راح تجي عليهم ان شاء الله، هاي امتحانات بمنال الموفقيه، فهذا يكون حافز لهم، يعني يكون حافز لهم يعني يسعون اكثر على مود يعني فخر لهم وفخر لها ليتهم ان قدموا هالشيء هذا وبوقت صعبه، والحمد لله شكر، والله احنا نتمنى برمضان وبعد رمضان وبالدورات الجايه واللي بعدها نتصلح، لان احنا اكثر العالم هسه اللي عاملين واللي متخرجين قاعدين، يعني ماكو فرص عمل، يعني انا صار لي سنه متخرج ماكو اي فرصه عمل، بس نتمنى على الجاي احسن ان شاء الله، ونتمنى من السياسيين لا يكررون اخطاء، يعني اكو بيهم طلعوا هسه بهاي الدورات، شنو السبب؟ يسالون نفسهم شنو السبب اللي طلعوا به هذا السبب؟ اني ما قدموا شيء لاهاليتهم او لمناطقهم، فنتمنى من اللي فازوا ان ياخذون اخطاء اللي راحوا ويصلحوها حتى بالدورات الجايه، اني غصبا عني اروح انتخبه، غصبا عني انتخبه اقول هذا يحقق لي هالشيء، حقق لي امان، حقق لي خدمات، حقق لي تعيين، فهذا نتمناه منهم ان شاء الله. والله كلمه اخيره نقول لكم انتم رحم الله والديكم، وانتم شفتوا هالاجواء الحلوه انتم همين، ونتمنى لمدينتنا ان شاء الله السلام والامان، وعلى العراق كله ان شاء الله من شمال الجنوب ان شاء الله. طبعا انا اول مره بطلع خارج سوريا، الوضع اللي نحن مرقنا فيه بسوريا هو اللي خلانا نطلع برا سوريا، وإن الشرف انه نقيم بالعراق بغداد، ان كان بجميع المحافظات العراقيه، ان كان بغداد ولا الفلوجه ولا الجنوب ولا، طبعا بدون استثناء بدون اي طائفيه، ولا ان الشرف نقيم بجميع المناطق العراقيه. انا اليوم عم رمضي بعيد عن اهلي عن ناسي، طبعا عاداتنا وتقاليدنا ان كان بسوريا ولا ان كان بالفلوجه نحن متقاربين، يعني الدم دم واحد باذن الله. الظروف اللي مرقت علينا، مرقت على العراق قبل ما تمرق على سوريا، الوضع اللي مرق فيه اخواننا العراقيين نحن عايشناه وعرفنا شو هو صعوبته. رمضان كريم على جميع الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، عاداتنا وتقاليدنا كان بسوريا، طبعا نحن نجهز قبل رمضان بثلاث أربعة أيام، نجهز موني للبيت، نجهز أغراض للبيت، لأنه رمضان مبارك. فأنا وقت اللي عايد هلأ صرنا نحن هون ثلاثة أيام، اليوم الثالث اليوم الرابع تقريبا العادات
يعني ما فيها الاختلاف الزايد، يعني تقريبا نفس العادات ونفس التقاليد. طبعا ما بتوقع انه في اختلاف بين سوريا والعراق، لانه بشكل خاص الشعبين العراقي والسوري يختلفوا عن جميع الدول العربية. في تقارب سبق قلت لك، نحن بالوقت اللي صارت الحرب بالبداية 2013 يمكن 2003 بتذكر 2013 وقت اللي اجوا اهلنا العراقية كنا دم واحد، ونفس الشيء يعني نفس العمل نفس الواقع يعني اللي صار فينا. كمان نحن جينا هون اهلنا العراقية اخواتنا الشباب، يعني انا هون صار لي هلا 6 7 اشهر شفت الطيب اللي انوجد هون ما شفته بسوريا، يعني كان جيراني ولا اخواتي ولا حبايبي هون يعني كثير طيبين وكثير في معامله طيبه بالاخص للسوري. يعني طبعا هي ما هي شفقه بس في تقارب دم، انا بتوقع ما هي شفقه علينا بس في تقارب دم بشكل مضبوط. شلون شفت عادات وتقاليد رمضان في مدينه؟ كثير حلوه عادات وتقاليد تقريبا سبق وقلت لك تشبه العادات السوريه، يعني في قرب كثير يعني من عاداتنا السوريه. يعني مثل اليوم كنا قاعدين عم نفطر، نحن هون شيء 7 8 سوريين قاعدين عم نفطر، الشباب اللي حوالينا صاروا يجيبوا لنا اكل، يعني كان جيراني تبع القهوه ولا هون ولا هون، في يعني موني في تقارب في. والله انا هون بشتغل بمطعم، شيف مطعم يعني، فشو بدي اقول لك، نحن بنتامل بالله عز وجل ترجع العراق احسن من الاول، وترجع سوريا مثل ما كانت، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم اللي خلانا نعيش. طبعا نحن برجع بقول لك اللي شرف اني انا اكون بالعراق ببغداد بالفلوجه بجميع المحافظات العراقيه بدون استثناء، ان كان بالجنوب ولا بالشرق ولا بالغرب بدون اي استثناء ولا بدون اي طائفيه. والله لا يسامح اللي كان السبب اللي خلانا اللي دمر سوريا ودمر العراق ودمر جميع الدول العربية. يعني اهلا وسهلا بكم، انتم في مدينه الفلوجه ام المساجد الكريمه، اهلا وسهلا بكم، رمضان كريم علينا وعليكم، ويعود بكل سنه طيبين، ومدينه ان شاء الله مدينه طيبه، مدينه امنه، مدينه يعني شلون نقول رجعنا، ما مستوعبين بان هذا المكان والامان والعالم هاي كله تظاهره بالفلوجه، ورجعت الناس على طيبها وكرمها واخلاقها، وبعدنا احنا الحمد لله والشكر ما عرفنا عاداتنا القديمه، رجعنا على عاداتنا القديمه، ناس تزور ناس تسير على ناس تقعد يم ناس، بعدنا على عاداتنا القديمه، ناس تودي لكل الناس، هاي السفره المائده الرمضانيه بعدها الحمد لله والشكر من ابائنا واجدادنا لحد الان هي مستمره في مدينه ام المساجد. السفره المائده الفطور دائما يتداور بين الجيران وبين الاحباب والاصدقاء، وهل تشوفون هاي الشباب قدامكم ورا الفطور تطلع تتعلل بالقهاوي بالمقاهي وزود اهلها الطيبه وشيوخها وعلمائها، والحمد لله والشكر هسه احنا في مدينه ام المساجد، مدينه طيبه، مدينه طاهره الخيره، وكلكم ما شاء الله طيبه وامنه، وهل تشوفون هالشباب؟ نعم. نعم. والله مثل ما تشوفون يعني العامل يطلع من الصبح على رزقه، نوبات هسه اكثر العمل عندنا ما يطلعون الصبح، يطلعون ورا الفطور لاعمالهم، مثلا البيضتشي اللباق يتغير الوقت هسه من ورا الفطور للسحور على مود ما يصير ضغط على العامل، هسه حاليا ماكو ضغط على العامل، العامل يطلع ورا الفطور ما يرجع لورا السحور، عاد ورا السحور هذا السحر وكمل وما شنو الافراسه ونام. اي لحد ما شلون صار صلاه الظهر او صلاه العصر طلع على صلاته رجع النوم، يعني نفس العاده يوميه. هات اكو ناس اخطات بالفتره الماضيه، نعم
نقول السياسيين نعم نتمنى انهم يصلحون في هذا رمضان. والله خطا من السياسيين هواي، يعني مو هين، خطا من السياسيين هواي، يعني هو هذا دمارنا وهجتنا، وهاي دمار الفلوجه كلها من سبب السياسيين، يعني اغلب السياسيين نعنت الله عليهم ايش ارد احكيه، واتمنى صوتي يوصل، نعنت الله عليهم كلهم من عدا الطيبين، هم ذول تدمروا هاي المدينه الطاهره، ولا هاي المدينه ما تتدمر بسهوله، ورجعه الشامخه وعاليه ورجعت طيبه ورجعت احسن من قبل، يعني الناس تشمت بها هاي من المساجد رجعت احسن من قبل، عبن تنبع خير، اصلها خير، منبعها خير، كلها كرم، مفع، حنان، طيب، يعني منين مصدها خير؟ ولا ما حد يتوقع هاي من المساجد؟ هاك باع عمارها، باع بيوتها، باع بناها، باع شبابها، من يتوقع هيك انا بسنه ترجع من المساجد؟ كانت العالم تقول من المساجد تصير تراب، تباعوا من الموظفين تشوف سيطره الحلابسه، بس الحمد لله والشكر فضل الله وفضل رب الانبياء وجوده وطاسه طيبه الطاهره وجدودنا رجعت الفلوجة أحلى من قبل بعد. أمنياتك في رمضان؟ أمنياتك؟ والله أمنياتي برمضان الله يصلح هالعالم هاي، الله يصلح هالعالم، وأتمنى هالسياسيين يباعون على هالشباب هاي الخيرة الطيبة، أتمنى يلقوا لهم عمل، يلقوا لهم فرصة عمل أحسن ما يظلون هاجين هيك وهيك، أتمنى من السياسيين بس يصلحون نفسهم، من انصلح السياسي انصلح المجتمع كله. إذا سياسي انصلح ومش صحيح المجتمع كله يمشي صحيح وراه، اذا الراس مخربط كلها تتخربط وراه، فهو هذا الاساس، راس الحربه السياسي، خنقولها بعلى صوتنا وما اخاف من كل بشر، اذا محمد ركان الحلبوس انصلح العراق كله ينصلح وراه والانبار كلها تنصلح وراه. والله اقول رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى امه محمد وعلى العراق اجمعا كلية ان شاء الله، واتمنى خير وبركه للجميع ان شاء الله. حياكم.